السلام عليكم ورحمة الله، طلاب ثالث متوسط الأبطال الأسباع، وتعالوا خلينا اليوم نسولف وياكم على موضوع الريلي والكوايت. خير أستاذ، إيش بيها الريلي والكوايت؟ الريلي والكوايت يجينا اختيارات. أول شغلة خلينا نيجي على الشغلات اللي متأكدين من عندها. شنو الشغلات متأكدين من عندها؟ الريلي والكوايت مثل ما قلت لكم تجينا في حالة الاختيارات، إذا لقينا قبل الفراغ أي فراح نخلي ريلي، أما إذا لقينا ورا الفراغ أي أو أي أم فهنا راح نخلي كوايت. أوكي، ليش 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 ليش؟ شلون أستاذ؟ مثلا عندنا ذني جملتين موجودات بالكتاب، شلون نفرق بين الريلي والكوايت؟ فهنا ايش عندي انا؟ يعني عندنا شباب هنا قبل الفراغ اكو اي، اذا راح نخلي ريلي، اما هنا لقينا ورا الفراغ الاي فهنا راح نخلي الكوايت. طيب عندنا مشكله هنا، اذا جتنا الجمله ما بيها لا اي ولا اي ام شلون راح نعتمدها؟ المشكله شباب الاعزاء، هنا عندنا الريلي معناها حقا، اما الكوايت معناها جدا او تماما. طيب شلون راح تنحل هاي المشكله؟ لا، هاي المشكلة ما راح تنحل. ليش؟ على مستوى أساتذة شوية قاعد يتيهون بيناتهم، فشلون بالطلاب الأعزاء؟ إذا فنصيحتنا للطلاب الأعزاء إنه لما يريد يقرأ هذا الموضوع، خلينا نفهمكم إنه يقرأ فقط الجمل بالكتاب، فأكيد الأستاذ من يريد يجيب جمل راح يجيب جمل بالكتاب. يعني مثلا هنا عندنا كلمة really fantastic, it is really fantastic. فلما هنا شفنا كلمة really it is really fantastic، فعرفنا ان انا نخلي لها really، هذا الكلمات تأكدون عليهم. اوكي، او هاي قبلها هنا يقول the panther is really fast، اذا كلمة fast هنا نشوف خلينا لها really، مو معناها انه ما... لا احكي لك في حدود المنهج هسه شباب والاساتذه اللي قاعد تتابعونه على راسي. شوف هنا ايش عندنا، يقول they really have fun، فخلينا هنا really. طيب بعد ايش عندنا؟ عندنا هنا يقول it is، ها والله هاي بها الاي ما لنا علاقه بها، فخلينا نرجع علما للكوايت. اوكي، من هنا من شفنا هاي كلمة كوايت يقول it is actually quite cheap، شوفوا كلمة cheap خلينا لها كوايت. بعد فذن يا ريت تسجلوهم طلابنا، تقدرون تعيدون الفيديو مرتين ثلاثة وتشوفوهم. فهنا أنا شباب لا تهتموا بهذه، هاي على مود مساعدة للطلاب جايب هاني. اوكي شباب، فهنا أنا اعزائي هنا أنا من نجيب هذا الموضوع وين رحت؟ فهنا شو عندكم؟ عندكم شغله متاكدين من عندها اللي هي الاي والاي ان، واذا ما جابوا لكم لا اي ولا اي ان تشوفون ذن الجمل اللي عرضناهم هسه وتاكدون عليهم. وشكرا جزيلا.